اليوم يا جماعة باش نحكيو على فيسبوك وما أدراك من نهار التأسيس إلى يومنا هذا. باش نحكيو على شوية إحصائيات عليه وشنو تأثيره على حياتنا اليومية وسيرتو المنافع والمضار متاعه وتبيع شوما نصائح للعباد اللي قاعدة تستعمل الفيسبوك. باهي خلينا نبدلكم بالقصة من الأول. حسب رأيكم كيفاش بدا الفيسبوك؟ لكن قبل كل شيء خليني نقولكم اللي الهدف الأساسي من الفيديو هذايا مش نقولكم برا وفسخوا الفيسبوك ولا فسخوا الكونت متاعكم وما عادش تستعملوه، الخاطر أنا بيدي ما نجمش نتصورها زادة صعيبة ياسر على أغلب الناس. لكن لهنا كي تعرف حاجات مهمة على الموقع هذايا تولي تبطل حاجات قد تعمل فيهم حاليا وعن اقتناع. من غير ما نطول عليكم نبدا لكم الحكاية من الأول. منين جانا فيسبوك؟ عام 2004 واحد اسمه مارك مشى عمل سيت ويب اسمه فيسبوك. وقتها السيت هذايا ما كانش اونليني، كان جوست حاجه لوكال، يعني كان جوست خاص بالطلبه اللي كانوا يقراوا في كليه هارفارد، هما الوحيدين اللي كانوا نجموا يدخلوا للسيت. وقتها السيت كان اسمه في فيسبوك. ومن بعد بشوي بشوي بدا ربطه بجامعات الامريكيه اخرى وبالمعاهد الاخرى. لنوصل في العام الاولاني نتاع فيسبوك سجل اكثر من مليون حساب، يعني اكثر من مليون كونت. وعام 2005 وين ولا اسمه فيسبوك كما نعرفوه نحن توا. وبعد عام السيت هذايا ولا اونليني ومفتوح لاي واحد في العالم. عام 2012 شري البلاتفورم المعروفه على الاخر اللي هي انستغرام، وفي نفس العام كان عنده اكثر من مليار مشترك. خلينا نعطيكم شويه احصائيات باش تعرفوا قيمه وكبر الموقع هذا. حاليا السيت فيسبوك هو الموقع الثالث الاكثر زياره في العالم، بالمرتبه نتاعو الرابعه في بلاي ستور والخامس في الاب ستور. 2.5 مليار حساب و 2.26 مليار حساب من سمارت فون، اكثر من 500 مليون ستوري. حاليا فما اكثر من 45 الف موظف يخدم عند فيسبوك، وفي نهار واحد العباد تتفرج في اكثر من 8 مليارات فيديو في النهار، و 85% من الفيديوهات هذوما يتشافوا من غير صوت. 4 ملايين لايك في الدقيقة، 350 مليون تصويرة في النهار، و 250 مليار تصويرة. ما يفدلكش السيد من المليار ما يتيحش. كوبي. This video is brought to you by no one. ما عاد فهمت بك. بالكونتر عملوا طلع على UK.in لوطة في الديسكريبسيون. عام 2019 موقع فيسبوك ربح أكثر من 70 مليار دولار، قد ميزانية تونس 4 مرات كان مش أكثر. 5 كونتويت فيسبوك يتعملوا في السكوندة، وأكثر من 125 مليون فو بروفيل، والإحصائيات تقول لي أكثر من 25% منهم توانسة. فاتلك عليكم من عندي هذا. معدل الوقت اللي يعطيه الشخص العادي على الفيسبوك هو 38 دقيقة. الاستخدام الواسع والكبير للموقع هذا خلى عنده تأثير كبير برشا على حياة الأفراد على المستوى الاجتماعي والعائلي والمهني. خليني نقولكم اللي فما برشا شركات قاعدة تتبع في الموظفين متاعها شنو قاعدين يهبطوا على الكونت متاعهم فيسبوك، وفما حتى شركات أخرى يدخلوا بروفيلات متاع العباد هذوكم يعملوا انترتيان اللي باش يوليوا يخدموا معاهم باش يشوفوهم شنو يهبطوا وشنو مال الانتيري متاعهم. فما شكون حتى يستغل فيسبوك باش يراقب ولادو ويشوفهم واش قاعدين يعملوا. لكن الغريب في الامر يا جماعه، وقت اللي انت تجي تعمل كونت فيسبوك راك قاعد توافق على برشا حاجات، اللي هما منهم انك تسمح لشركه فيسبوك انهم ياخذوا منك المعلومات اللي انت تعمل لهم ابلود على الكونت فيسبوك نتاعك، اللي هي بالطبيعه تهم حياتك الخاصه. والاغرب واللي يضحك في هذا الكل هو انه زاد يقدر يبيعها. وعلاش نقول لك يضحك في هذا الكل؟ خاطر انت بيدك حطيت لو اي اكسبتي وعملت كونت فيسبوك، يعني وافقت على الترم هذوما.
كما يقول القائل اذا كان قيد حاجه بلاش عارف راه انت السلعه. بكل بساطه اذا كان باش تقرا لي كونديسيون هذوما مش في عجبوك باش تحط غوفيزي مش باش نجم تعمل كونت فيسبوك. اول حاجه خلينا نقولوا اللي موقع فيسبوك قاعد يجمع في المعلومات عليك انت هنا سو بريتيكست انه باش يقدر يوجه لك اشهارات تهمك انت. نعطيكم مثال انه نجم يقدم اشهارات متوجهه للنساء بخصوص المكياج ولا لي برودوي كوزميتيك خاصه الاشهارات تاع كره القدم لانه اغلب المتابعين نتاعها رجال. لكن هنا وقت اللي تدخل محرك البحث جوجل وقت اللي انت تبدا تلوج على دار للكري ولا على كهرباء ولا اي حاجه كانت بعد اقل من 24 ساعه تولي تلقى الاشهارات هذوكم على موقع فيسبوك. خلني نزيد نمشي معاكم لبعيد حتى اذا كنت تحكي مع صاحبك ولا مع صاحبتك على حاجه انت تحب تشريها ولا حاجه قاعد تلوج عليها يعني جوست تحكيو ميسنجر ما بارتاجيت حتى شيء ما ببليت حتى شيء وما لوجت على حتى شيء وبعد هذا الكل تمشي تلقاها في الاشهارات في موقع فيسبوك. اما بروجرام فيسبوك يلوج على اصحابك يعني اصدقائك اللي عندك على الكونت نتاعك فيسبوك ويبعث لهم زادة حتى نفس لي بوب اللي انت قاعد ترا فيهم على خاطر سلون الالغوريتم تاعه يقول لك مادام اصحاب من نفس الريجيون من نفس الشله يعني سيغمون اشهارات اللي باش تهم العبد هذا باش تهم باقي المجموعه. برنامج هذا تم انهاء العمل به عام 2009 لكن شكون يقول اللي ما فماش بروجرام اخر كيفه ولا حتى واحد اخر متطور اكثر منه. لكن مش هذا فقط لهنا فيسبوك قادر انه يبيع المعلومات اللي تخصك انت كيما مستواك الدراسي والا دينك ولا حتى مواقفك السياسيه ويوصل حتى يعمل اناليز ويحلل الرسائل الخاصه متاعك على الماسنجر وكيك باش ينجم يخو فكره اكبر على اهتماماتك اسكو كبار والا صغار. عام 2014 فمسوز امريكان رفعوا قضيه على موقع فيسبوك واتهموا بها الشركة انها قاعدة تقوم باناليز وقاعدة تتجسس على المحادثات الخاصة اللي قاعدة تصير ما بين العباد. هناك تبعث اليام بريفي لصاحبك الماسنجر فما بروجرام انه قاعد يعمل اناليز للياه هذاك باش يعرفك انت شنو حبيت تدخل كي بعثت الياه هذاك. لكن المعلومات اللي قاعد يجمع فيها عليك شكون قال اسكو قاعد يستعمل فيها جوست بعد باش انت ترى اعلانات على الفيسبوك واكاهو. وكيما كنت نحكي الاعلانات هذيا ولا المعلومات هذيا حق لشركة فيسبوك انها تبيعها وتعطيها للسلطات الفيدرالية الامريكية وهذا الكل نحكيه على حاجة راهي ليجال حاجة قانونية. عام 2015 بعد دراسة قامت بها هيئة حماية الحياة الخاصة ببلجيكا بالطبع تم اتهام شركة فيسبوك بمراقبة مشاركيها وحتى العبيد اللي ما عندهمش حتى دي كونت فيسبوك. قولوا لي شنو تعرفوا على الحساب الشبح؟ اذا كان انا نقرر نهار باش نعملش كونت فيسبوك وهذا كل باش نتفادى اني ما نعطيش معطياتي الشخصية ولا معلومات عليا انا. هنا من فيسبوك يصنع لك كونت بيرسونيل بيك انت بيحاول يجمع عليك معلومات وهذايا اتخافيغ القائمة متاع الاتصالات تاع لي كونتاكت اللي عندك في تليفونك. عام 2011 واحد اسمه ماكس اتهم شركة فيسبوك انها قاعدة تصنع في حسابات اشباح وكان اول دليل على الكلام هذايا هو خطأ فني وقت اللي تصير اكسبورتاسيون متاع مستخدم عنده بيانات خاصة في حسابات اشباح مرتبطة بالحساب متاعه وهذايا كانت وقت اللي المحاكمة الشهيرة متاعه عام 2018 وكانت الاستخبارات الامريكية وعن طريق برنامج بريزن عندهم إمكانية الدخول إلى جميع بيانات حسابات الفيسبوك يعني مهما كانت كلكو سوا تيكست ولا فيديو ولا تصاور ولا حتى دي ديسكوشيون بريفي هذاك علاش اسمك تعرف اللي اهتماماتك اسكو كبيرة ولا صغيرة. والمعلومات هذه الكل أكدها إدوارد سنودن اللي كان عميل سابق CIA والNSA 13 أوت 2019. هنا موقع فيسبوك استعرف وقال انها كانت تنصت وسيختو انها نسخت محادثات على الماسنجر. قالوا شنو باش نجم تحسن في فاعلية الاشهارات متاعها يعني السيبلاج والببليسيتي. حتى من مارك هو بيدو سي اي او بتاع فيسبوك استعرف بالحكايه هذيا في المحاكمه نتاعو الشهيره عام 2018. باختصار يا جماعه من خلال جمع المعطيات الخاصه نتاع المستخدمين موقع فيسبوك يقدر يبيع المعطيات الخاصه نتاعك ويستغلها في التسويق يعني في الماركتينج والاكثر من هذا الكل يقدر انه يحلل توجهات المستخدمين ويوصل حتى يتنبأ بالتصرفات نتاعهم ويقدر حتى ياثر عليهم وفي الشواء نتاعهم وذا اللي صار مع كامبريدج اناليتيكا. القصة الشهيرة وباختصار شركة كامبريدج شريت معلومات خاصة من فيسبوك واستعملتها في الانتخابات البريطانية وكيف نجحت الحكاية بيان سور استغلها دونالد ترامب في امريكا. لكن اذا كان باش ندخل في التفاصيل نتاع الحكاية باش نخرجوا على موضوع نتاع الابيزود هذا لكن ها قوس صغير باش نفهمه. كامبريدج اناليتيكا قدرت تعرف انه شنو هما المناطق اللي دونالد ترامب ما كانش عنده فيهم شعبية كبيرة وهذم هما المناطق اللي يركز عليها دونالد الحملات الانتخابية نتاعو
في من المجدي انه يتنقل المنطقة باش يقدر لهنا يرفع في حظوظه باش ان العباد تنتخبه لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية، وخاصة انه يركز على المناطق اللي ما عندوش فيها شعبية كبيرة، باش هكاك النجم يعمل توازن بين المناطق اللي تعرفوا بالكدا وسور انهم يفوتيولو والمناطق اللي ما يعرفوش بالكدا وغادي وين تلعبت اللعبة. لكن زادا فما قصص اخرى تقول انه قاموا بالتأثير على الرأي العام بالطبيعة باش يوجهوا الناس لانتخاب ترامب. لكن السؤال المطروح هنا، شركة فيسبوك ولات وسيلة يستغلوها من طرف قويين في العالم وطرف مجهولة، اسكو الليميناتي لهنا عندها حكاية؟ اسكو فما منظمات اخرين سرية عندهم يد في الحكاية؟ ممكن ينجم يكون تفسير علاش موقع فيسبوك ممنوع من دولة من الصين وكوريا الشمالية، علاش زعم الموقع هذايا ممنوع في البلايص هذم؟ اسكو الحكاية عندها علاقة باللي كنا نحكيو فيه ولا جوست فما حاجات اخرى ما نعرفوهاش؟ خلنا نعطيكم فاكت يضحك شوية. عام 2010 فما هاكر كان حاطت لبيع 1,500,000 حساب فيسبوك، وفي نفس العام صارت مشكلة امنية كبيرة، هنا الناس قدرت تدخل وتقرا المساجات متاع بعضها. من عام 2010 هو ولا بارتناريا ولا في شراكة مع شركة الحماية مكافي. يا معلم تخيلوا اذا كان الكارثة هذه تتعاود حتى ساعة واحدة، شنو اكثر حاجة تنجم تصير؟ ما انا يا سيدي خليني نقولك اللي المكالمات متاعك في التليفون يمكن تتباع، لكن لهنا موقع فيسبوك ما يتعمدش انه باش يضر المستخدم متاعه ولا حتى يسبب له مشاكل، لكن سلون فيسبوك انه حاول باش يعاونه ولتفادي اي اشكال كان وينجم يصير. وكونكلور الحكاية يا جماعة، وصلنا نعيشه في عصر الديجيتال واي حاجة تنجم تصير لك موجودة على انترنت وعلى البيسي متاعك اللي انت قاعد كونكتي منه كل يوم، معلوماتك الخاصة، تليفوناتك، مكالماتك، عائلتك، تصاورك، فيديوهاتك، وكلها موجودة عند عباد اخرى لا تعرفها وين لا علاش لا كيفاش، وعباد اخرى قاعدة تاجر في المعلومات هذه بغض النظر على اللي ديجا يعرفوها عليك ولا ممكن ياسر قاعدين يراقبوا فيك عن بعد. هذا الكل قال شنو باش يبيعوا البيانات نتاعك باش يعرفوا شنو يحطوا لك اشهارات. اسكو هذا كلام معقول؟ اسكو هذا انت بيرسونيلمون كشخص تقبله والا لا؟ والا اسكو فما مؤامره كبيره وراء الحكايه هذه؟ لحد الان ما فما حتى دليل قاطع رغم اللي صار الكل، حتى مارك سي او نتاع فيسبوك قال وصار في الكلام هذا الكل صحيح، يعني شنو اكثر من هكا؟ لهنا وصلنا اخر الفيديو يا جماعه، حطوا لي في الكومنتير شنو رايكم. وعملوا سبسكرايب تنساوش بالله، يعملوا له سبسكرايب لوت بي براه كل شكون يا اخي ديما كيكا لوت بي برسمكم عملوا له سبسكرايب تنساوش تلقاو اللينك في الديسكريبشن تا نورمال. حطوا لي في الكومنتير شنو رايكم يا جماعه، تنساوش فرق على لايك بتن وفرق على سبسكرايب بتن، رود ال 200 الف عشان نخلطوا لها قبل ما يفوت رمضان، فول سبورت يا جماعه. لا تنساوش تدعمنا وطلع على UK.TN الجيمنج ستور اذا كان جيلك فادت وقاعد في رمضان وتحب تبدل الماتوس نتاعك، تحب كونسول جديده ولا تحب تعمل ابجريد للبيسي نتاعك ولا تحب تشري حتى قطاع جدد، عليك UK.TN تختار القطعه اللي حاجتك بها ونوصلوا لك حتى باب الدار وليفريزون على تونس كامله. مشكورين على الدعم نتاعكم يا جماعه، وخلينا نفرقوا على اللايك بتن ونوصلوا ل 15,000 لايك 15,000 لايك للفيديو هذايا. نقول لكم باي باي، الى بروشين، تشاو.